خيالك يا تميم، مجل انت اللي قالت عنك سارة. دي سارة؟ ايه يا حبيبي، هذه سارة هي مشهورة، دايما تطلع بالاعلانات، اكيد قد شفتها من قبل صح؟ هذه مشهورة ولا حد يعرفها الا انت. هاي انت، شكله بيكون اكشن. انا مو قاعدة استوعب الشكل اللي قاعدة اشوفه. يا حسب تخيلاتي والله، اخرتها طعس. وين صاحبة البيت؟ سم حبيبي، بغيت شيء؟ يا خالة ممكن ما تقولي له حبيبي؟ أجل كيف تبي ناديك؟ شو تبي يقول لك؟ نفصل، ما تنادين أصلاً. إلا هو الحمام. هم هاي دكريمين. اللي كيف شفتوا تميم؟ نسمة هو يهبل. نسمة إيش؟ هذا كلام تقولينه قبل ما نشوفه، أم بعد ما شفناه؟ لا بالله. هذا زلزال، هذا عصفور، هذا عاصفة، هذا كل شيء اللي نسمه، هذا والعالم والله انه بيطلع قرون بروسنا. ابوه خلي المبالغة عنكم، تراه بزر ضعيف ولا شوي. ارواب التخرج ب250، يعني حنا 300. وين؟ اصبر اصبر، وش 300؟ يعني جد الخطر ادلخ منها؟ لا تكذبين الحكي، اخلص كم؟ نعلم بليسك، الحاسبة بيدك، اضرب 250 ثلاثة. الله 750؟ يلا امسكي شجلي. انت امسكي، انا قاعد احسب. بطية الشلة 72، يعني 216. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وش السوات؟ سوات الله، ما أدري إيش سوي، أنا ما أدري إيش سوي. طيب يا خيتي، والله أنك دارية إني أنا من مقصرة محاسب ولا شيء، بس أنت عارفة أصلاً إن خير مغربكم دايم. أقصد يعني لو معي شيء أكيد من مقصرة معاس، أنت عارفة أن بيتي مكسر وفي صيانة وفلوسي كلها راحت عليه، بس في تحويشة جميلة. لارا، أنا ما طلبت منك شيء ولا بطلب منك شيء، وانت يا خيتي خيرك سابق، بس حتى لو تعطيني وش ولا وش؟ انا في رقبتي 5 بنات، كل واحدة لها مصروفها، اللي وراها سفرة، واللي وراها تخرج، واللي وراها مدري وش، هذا كله فوق الايجار اللي ما سددته لي شهرين. اشوف اني ساكت بس. والتيس رجس، وش الاختفاء الغريب؟ يعني على الاقل كان حولت، ما نبي منه شيء. قلتيها تيس، والله انه ياهنك ابني. سوري ماما، نسيت ادق الباب، بس هذا صجنا مغري لعلع الجيران بهبلون. وش يبي؟ يقول فرشولي وابي انام ومدري ايش. يلا يلا بطلع برا اجيب الفراش، صدق نبي ننام حنا. الصباح ربح يا خيتي. يما وراك ما نمتي؟ لا كنت صلي بس. ها مستعدة سفرة بكرة؟ ترى الشركة كلموني قالوا لي لازم قبل صلاة الظهر تكونون هناك بالمطار. زين يما، عاد انا بروح اكلم امين اخليه يجي على الساعة 10 كذا. تمام؟ لا ما يحتاج، ودانا بتفديها. ايه نسيت، دانا معكم. الحمد لله يما ريحتيني. يما شو فيك؟ صدق ما فيك شيء؟ عيونك احس. لا 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 عادي عادي، اصلا عيوني كذا. اصلا شوف الحين الساعة كم وقت النوم، انا فيني نوم الحين. يلا تصبحين على خير. وانت بدول ما تعلمت الرومانسية. القهوة، وين القهوة؟ يلا يلا هذه جاية. اجل علينا. هي هي حشم، كلميني. ايه اكلمك، امي مو شغالة عند ابوك. ما انت كفو عشان انا داري وطنشك. راحت بحفظ الله. خيتي معليش تصبي لي فنجان، راسي بينفجر، عجزت انام الليل. وش تفكرين في يمه؟ ها؟ مين بيصب لنا قهوه؟ انا عنك عنك يمه، انا بس. ثاني مره شفت رجال عند المجلس بدي يعني الكل. رجال حرمه، ببدا بالاكبر، ولو مو بعد الاكبر ببدا من يميني. واه يا زين اختي تفهم بالاصول. خير ان شاء الله، مو من جدكم تحرشون بزر. مين بزر ان شاء الله،
يلا تبرني من هالعائلة. هذا كيف نتحمله؟ صوتك. لا لا لا، إجالة مؤدب وما يرضى أي أحد يرفع صوته. أبوه الفرة. تميم أكلمك أنا، وش الخمام اللي وراك ذي؟ وش مستقع القهوة هذا؟ هذه تصرفات واحد ما قد عاش ببيت، وهذه تصرفات واحد ما يفرق بين الصح والخطأ. خلي زين نظفها. نعم نعم حبيبي شايفني، بعدين شو المدينة أنت عايش فيها؟ ليكون عايش الدور تحس. إذا خلص الغداء نادوني بروح أجي. يا مستفز. ندوش بلا ضغي المعدة الطماط. يما ترى مقاضي كثير ناقصتنا، يبينا ننزل ذيك النزل السوبر ماركت ونقش مقاضي شهر كامل. او ايش رايك نعتمد اذا ما لقينا المقادير نطلب او نطلع مطعم نارين. المتى بناتس عايشين على العسل؟ أقول لازم يعرفون الظرف الكارثي اللي هم فيه. أدري أدري وخيتي، بس عجزت ما أتخيل صدمتهم لو دروا كيف بتغير كل شيء عليهم، يعني لا بالخاطر ولا بالحسبان. كذا ولا كذا ما ردهم بيعرفون، فأحسن لس نعلمهم من بدري علشان يساعدونا ويقللون مصاريف. أبى أشوف بعد الغد. أكلك حلو يا خالة، بالعافية يا ولادي. إلا يما، أنت ليه مسوي نص دجاجة؟ حنا عددنا كثير زايدين. نعمة وخير يا بنتي، نعمة وخير. إيه صح، يما اليوم ضروري تحولين فلوس التخرج وحسبناها. بناتكم طلعت 1561، ضروري يما تحولينها، لأن بنات الجروب برشلونة، وقالوا بقول أنتم وأخلصوا وما أدري وش. يلا يلا الحين بحول. خفوا علينا يا خريجات الماجستير، تراكم بزران. اقول وفروا على امكم بس. امنا كريمه واحنا نستاهل. الوان الوان ما يفتح الباب الا الرجال. لا انطق بمكانك، انا بقوم. خلتي خيتي انا بروح افتح. والله بيتكم ما يحترم حقوق الرجال ابدا. وانت محسوب علينا رجال. اختك سدين خلاص يتهاوشون على كل شيء. صدق وانا خلقي ضغط نزل يا اختي. حسابي ما بقى فيه الا 500 ريال. انجلط كيف بدبر نفسي هالشهر؟ سمي بالله يا خيتي، الكل مشكله لها حل. والنعم بالله. شفيك تكلمي. صدق يا خيتي، ابو بندر ارسل العامل يقول يعني يبي الايجار. يا الله مو بوقته. صدق جاني يقول اذا ما توفر الايجار لمده اسبوع بننطرد من البيت.